الساحه الفنيه دلوقتي والسينما، السينما حاليا، تستوعب فيلم رومانسي؟ طبعا تستوعب. طبعا طبعا، اصل كلمه انها تستوعب فيلم رومانسي يعني كان بالنسبه للشباب او بالنسبه للجمهور ان مش الشباب بس كان الرومانسيه خلصت. انا اعتقد ان الرومانسيه ما خلصتش، بدليل ان الاغاني اللي فيها حب بتنجح، بتنجح قوي. يعني مثلا طبعا كاظم الساهر صوته حلو والحانه حلوه، لكن انا اقول ان في جزء كبير من نجاح كاظم انه اختياره الكلمات، انه قال حب، وبعدين اصل كان في موضه قبليها كان حب عارفه بالضرب وبالخبط اسيبك اسيبك في 60 دقيقه واديك ضهري وامشي، حتى مش عارف هديك بالقلم يعني كان وصلت كان كده عنف. فلما طلعت قال لها سلامتك من الاه، طبعا كل يا سلام مين ده اللي هلاقيه بيقول لي سلامتك من الاه؟ هموت فيه طبعا وهسكت له. سلامتك من الارض، سلامتك من الارض، سلامتك من الارض، سلامتك من الارض، قبل ما تنزل صدرك احس بصدري والله، سلامتك من الارض، سلامتك.